حاليًا الآن يتنافس منتخبا ليبيا والسودان على إحدى البطاقات السبع المؤهلة إلى بطولة كأس العرب فيفا قطر 2021، وذلك ضمن التصفيات التي تستضيفها الدوحة. صفوان أبو شنب لديه التفاصيل. الوصول إلى نهائيات كأس العرب قد يعوض خيبة الأمل في عدم التأهل لبطولة كأس الأمم الأفريقية بالنسبة للمنتخب الليبي الذي يحل في الدوحة لخوض مواجهة أمام السودان على بطاقة تأهل إلى نهائيات كأس العرب المقررة مطلع ديسمبر المقبل. فرسان المتوسط بقيادة مدربهم الإسباني العائد للتو خافير كليمنتي خاض معسكرا استعداديا مكثفا في تونس بمشاركة 23 لاعبا خاضوا خلالها مباراة ودية أمام ليبيريا خسرها المنتخب الليبي بهدف دون مقابل، لكنها كانت مثالية لاختيار أفضل العناصر في تشكيلة المدرب كليمنتي. المنتخب السوداني كان قد وصل أيضا إلى الدوحة بعد خوضه مباراتين استعداديتين أمام المنتخب الزامبي في الخرطوم، وبغض النظر عن النتيجة فقد أثمرت استعداداته عن صعود نجم مواهب جديدة قرر المدرب الفرنسي أوبير فيلود ضمها لتشكيلة المنتخب التي تعززها أيضا عودة مهاجم سبارتاكوس الهنغاري ياسين حامد. تعويل صقور الجديان الأهم سيكون على الجماهير السودانية المقيمة في الدوحة مع السماح بدخول 30% من سعة استاد خليفة مسرح المباراة أمام ليبيا. المرور إلى نهائيات كأس العرب فيفا قطر 2021 من بوابة استاد خليفة المونديالي هو غاية ما ينشد المنتخبان الليبي والسوداني قبل خوض غمار تحد أكبر في المجموعة الرابعة التي تضم أقوى المنتخبات العربية والأفريقية مصر والجزائر. صفار أبو شنب، بي إن سبورتس، الدوحة. مباراة ليبيا والسودان يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعتها عند الساعة 8 مساء بتوقيت مكة المكرمة على قناة بي إن سبورتس المفتوحة على الرقم 2.